سنين هذوما اللي تعديوا وخدمنا فيهم في المنظمة على توثيق حالات تعذيب وسوء المعاملة، كعدد وإلا كحصيلة خدمنا اليوم وصلنا رافقنا 980 ضحية، ضحية تعذيب وسوء معاملة. ولهنا نحكي على ضحية مباشرة، يعني شخص تعرض هو ولا هي ديريكتومون للانتهاك وإلا عائلاتهم. في العشر سنين هذوما حاولنا أن نرافق الضحايا هذوما على مستويات مختلفة، قانونيا اجتماعيا طبيا ونفسيا، زادا نعرفوا الأثار متاع التعذيب النفسية الكبيرة. وعلى خاطر زادا ضحية ما تنجمش توصل لإعادة التأهيل إذا كان ما خدمناش على المستويات هذية. والعمل هذا من 2013 كيف ما قلت حتى لتوا، يعني ما زالت حالات تعذيب موجودة ورصدناها في المنظمة، وهذه الحالات اللي وصلت لنا واللي بلغت لعلمنا. يعني نجم يكون فما حالات أخرى موجودة ونحن ما سمعنيش بها وإلا ما تصلتش بالمنظمة. صحيح احنا عنا ترسينة قانونية مزيانة برشا، عنا دستور اليوم دستور 2014 وحتى في دستور جديد في 2022 اللي هو يقول انه جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن. يعني الشخص اللي تعرض للتعذيب حتى 30 40 50 سنة التالي ينجم اليوم يمشي يشكي وإلا تمشي تشكي. يقول القايل يعني القيمة هذه اللي اعطاها المشارع التونسي في القانون متاعه وفي الدستور توجدت جريمة التعذيب حاجة كبيرة برشا، تعني انه الجريمة هذه راهو انا جيت اليوم كقانون وقلت راهي جريمة ميزتها شوية كالكبار وقلت راهي عندها قيمة كبيرة وراهو من المفروض الضحايا لازمها توصل للحق. المشكل اللي اليوم عندنا كارثة نحن موجودة في القانون التونسي اللي هي الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية التونسية. فصل 101 مكرر اللي هو يعرف جريمة التعذيب ما هوش متلائم مع المعايير الدولية، خاطرش الدولة التونسية التزمت في 88 وقت اللي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب انها تلائم تعريفات متاحة والقانون الوطني متاحة للتعريف اللي موجود في الفصل الاول من اتفاقية مناهضة التعذيب. المشكل ولا الكارثة كما قلت اللي موجودة انه تعريف التعذيب اليوم في القانون التونسي الهدف متاعه الوحيد يقول لك هو فعل يصير لانتزاع اعترافات. شنو معناتها هذه وشنو يعطينا في التيران وفي الخدمة اللي نخدم فيها كل يوم؟ انه فما عديد حالات الاعتداءات والانتهاكات اللي هي تصير لأغراض عقابية، اللي هي تكون عندها جانب كيدي انتقامي، هذه ما نجمش يصير تكييفها من قبل القاضي بأنها فعل تعذيب. وهذا اوتوماتيك مو شنو يعطينا؟ يعطينا افلت من العقاب كبير ياسر. حالات تعذيب وسوء المعاملة اللي قاعدة تصير اليوم في تونس ماهيش حالات معزولة الحقيقة. نحن قاعدين نتبعوا في المنظمة، معناتها كيف ما قلت قرابة 980 شخص اللي نرافقوا فيهم لليوم، عنا عديد الملفات قدام القضاء، عندنا 200 شكاية جزائية نتبعوا فيها. أول مشكل يعترضنا ويوري أنه ما فماش إرادة باش نفصلوا في القضايا هذه هو بطء الإجراءات. اليوم وقت اللي شخص يمشي قدام محكمة ويشكي في التعذيب وإلا في سوء المعاملة، حط فاسيل ما رأي القضية باش تقعد عام وعامين وثلاثة. نفس الشخص هذاك أنا اليوم نمشي نشكي في التعذيب، نجم نلقى روحي فاسيل ما وقاعدة تصير يوميا محل تتبع في إطار قضية كيدية اللي هي سوفان قضية هضم جانب موظف عمومي. قضيتي أنا في التعذيب قضية هضم جانب موظف اللي أنا متهمة فيها، هذه الأولى تتفصل في 15 يوم، قضيتي أنا تنجم تقعد عامين في مرحلة البحث الأولي أكهو. لهنا الحقيقة بطء الإجراءات هذه فيه برشا 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 أسباب. ما فهميش كما قلت فولونتي باش نفصلوا في القضايا هذه. إذا كنت حاول تبحث شوية وتتعمق تلقى أنه مثلا العدد الكبير متاع قضايا تعذيب اليوم ماهيش أولوية باش ننظروا فيها. كيف القضاة نشوفوا معناتها الحقيقة بحكم الخدمة زيدة متاحهم في التيران عوين ضابط العدلية سهلوا عمل القضاة، دونك اليوم سعيد ياسر باش تلقى قاضي يجي يحكم ضد عون أمن. كيف فما مشكلة التضامن القطاعي معناتها اللي موجودة، نحن نعرف وقت اللي وشفنا في عديد الحالات وقت اللي فما قضايا ضد أعوان أمن كيفاش معناتها مجموعة الأمنيين اللي تتلموا وتتكثف ويحاولوا أنه يخرجوا زميلهم من القضية هذيك، هذي الكل في مقابل معناها ما فماش إجابة من الدولة اللي هي قوية وواضحة باش نقطعوا مع الممارسات هذي.
مشكلة الوثائق الطبية مشكلة كبيرة برشا برشا اليوم قدام الضحايا، تمتد من جانب التوثيق الأولي والقائل وقت اللي الشخص مثلا يتضرب من الأول ويحب إيميديات ما يمشي يعمل التوثيق متاعه وتوصل من بعد حتى الاختبارات الطب الشرعي. اليوم مثلا ضحية تعذيب وإلا سوء معاملة وقت اللي تتضرب في مركز وتمشي للسبيطار باش تاخذ الشهادة الطبية الأولي، أول عائق تتعرض له يقولوا لها برا امشي جيب تسخير. التسخير هذاك جنرالمون باش تمشي تجيبه من المركز اللي هي ضربت فيه، دونك لهنا فما العائق هذايا الاولاني. ويعرفوا انه في حالات عديده الشخص هذاك راهو تضرب من قبل عون امن، اما في السبيطارات يرفضوا باش يعطيو الشهاده الطبيه الاوليه اللي هي بالقانون من حقك انت كشخص ان باسيون يمشي للسبيطار انه يعمل شهاده طبيه اوليه، يعملوا له شهاده طبيه اوليه وانه يتحصل عليها. مشكله اخرى حتى في الحالات مثلا اللي تنجم تصير فيها يدخل الشخص ويعديوا عليه مثلا، ساعات تصير الفحص هذا يصير في حضور اعوان امن. لهنا مثلا نحكيو على الناس اللي هما في حاله احتفاء بار اكزامبل، من المفروض هذا ما يصيرش. المفروض انت طبيب وقت اللي تعدي على شخص ما تعديش عليه ومعاه اعوان، ما تعديش عليه ويديه بليمنات مثلا. اما رينا انه فما انتيميداسيون كبيره، فما ضغط يصير عاده من اعوان الامن، يقول لك الشخص هذاك خطير انا ما نجمش نخليك انت طبيب تقعد معاه وحده في قاعه الفحص، والطب ما يشدوش صحيح في حالات. في حالات اخرى ينجم يكونوا مثلا اطباء شبان مازالوا في بدايه الخدمه، ينجم يكونوا في جارد في الليل مع ظروف عمل صعيبه، يخاف ويقول لك يا خويا خليه معايا ما يصيرش البوليس حاضر وانا هتوا ان نعدي عليه. أولوية كبيرة وضرورة توا حتمية هي تنقيح الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية باش نحاولوا نقصوا من جانب الإفلات من العقاب، لعل يعني يكون فما تكييف من طرف القضاة لأفعال التعذيب على أنها جرائم تعذيب. كيف كيف من توصياتنا أنه لازم يكون فما حوار وعمل مع الجهات المختصة. الحقيقة الخدمة هذه نحن كمجتمع مدني قاعدين نقوم بها كرصد لحالات تعذيب وسوء معاملة، قاعدين نحاول نفكوا المشاكل اللي موجودة، الصعوبات اللي موجودة ونلقاو حلول. أما الحلول ما نجموش نلقاوها وحدنا كمجتمع مدني، لازمنا إذا كان ناخذ المثال اليوم نتاع الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي، هذه خدمة أنا ما نجمش نخدمها وحدي، لازمني نخدمها مع طب أطباء استعجاليين، مع أطباء شرعيين، لازمني نخدمها مع محامين محاميات وقضاة زادة كيف كيف، على خاطرها هي ماكينة كاملة. أنا ما نجمش معاركها وحدي، لازم الكل مع بعضنا نحاول نلقاو الحلول هذه. كيف كيف لازم يكون فما مذابينا، معناها يكون فما تفاعل واستجابة من عند الوزارات المعنية. لهنا نحكي على وزارة العدل، نحكي على وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هذية الكل يعني إذا كان يعني الغفاغم لازمها تصير إذا كان يكون فما تجاوب وتفاعل من عندهم، وأحنا من جانبنا كمنظمة نحاولوا أن نتصلوا وأن نلقاو الحلول هذية مع بعضنا. Thank you.